في عناوين النشرة، أبو فعور للتيار اعرف حجمك. بالحكومة، بالإدارة، بالصلاحيات، بحياة اللبنانيين، بأرزاقهم، بممتلكاتهم، بمستقبلهم، إيه أكثر من حجمك. الأمن قبل الإنماء في البقاع. ومطلوب وجود فاعل، وجود فاعل للأجهزة الأمنية بشكل دائم. متهمون باعترافات تحت التعذيب. والمشنوق يتجه إلى وقف قرار إلغاء أختام عبور الإيرانيين. وزير الداخلية لازم يطلع على هذا القرار وبعتقد بيقدر يتسلح فيه. مساء الخير. الخلافات لو لم نجدها لاخترعناها، وآخر الإصدارات جوازات سفر الإيرانيين التي دخل وزير الداخلية نهاد المشنوق على خطها، فأعلن أنه يتجه إلى وقف قرار إلغاء أختام الدخول والخروج لأنه اتخذ قبل أسبوع من دون العودة إليه، على أن تقرر الحكومة الجديدة كيفية التعاطي مع الموضوع. ولكن عبارة يتجه إلى أين ستأخذ المشنوق في ظل حكومة تصريف الأعمال؟ فشكلا بدا أن الاتجاه الذي سلكه وزير الداخلية انحصر في الدائرة الإعلامية ولم يبلغ جدار الأمن العام، حيث علم أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لم تصله أي تبليغات لا لصقا ولا عبر البريد، وهو تاليا وإلى تاريخه يطبق القانون المعتمد في كثير من الدول ومنذ سنوات طويلة. ووفقا لمسار القضية، فإن وزير الداخلية اعتمد الاتجاه المعاكس واتخذ قرارات ترتبط بفرط الحساسية تجاه اسم إيران وعلى الشبهة. لكن الصناديق الانتخابية أقفلت ولم تعد هذه المواقف تعطي ريوعا تفضيلية، وبات لبنان اليوم يفصل نتائج الصناديق لتثميرها في الحصة الحكومية، على أن التأليف أصيب بعوارض الجمود والتعطيل والرغبات الجامحة والمطالب التي من شأنها أن تتحول إلى مطبات. واليوم اتهم النائب وائل أبو فعور التيار الوطني بتضخيم حجمه، ليس في الحكومة فحسب بل في الإدارة والصلاحيات وحياة اللبنانيين وأرزاقهم وممتلكاتهم. وقال وزير الصحة السابق للجديد إن الحزب التقدمي يصر على وزارة الصحة ولا يقبل بالتالي مبدأ الحقائب المحجوزة، فالوزارات ليست عقارات ولا ملكية خاصة. وبموجب التصريحات التي لا يبدو أنها تلتزم قرار وقف إطلاق النار، فإن الحكومة لن تتأهل إلى النهائي، وذلك في انتظار أن تنتهي من مرحلة التصفيات على المقاعد الوزارية. لكن أكثر النيران اشتعالا صبت في الساعات الماضية على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين تعاقبهم إسرائيل والعالم على دفاعهم عن أنفسهم بالطائرات الورقية، فيما يستخدم العدو الطائرات الحربية التي تصب حممها على المدنيين. طائرات من ورق وبالونات تقابل بحمم مقاتلات إسرائيلية، وبتهديد وزير الحرب أفيغدور ليبرمان بعودة سياسة الاغتيالات، والعالم لا يسمع ولا يرى. إسرائيل كيان من ورق إذا ما وجدت قوة عربية تتوحد يوما على هزيمتها، لكن العرب يطوقون الفلسطينيين أكثر من عدوهم نفسه بالمعابر والتنسيق من فوق الطاولة ومن تحتها. والبداية من البقاع، حيث أفاد مراسلنا شوق سعيد أن عناصر من الجيش اللبناني وفي أثناء مرورها بألياتها العسكرية على أوتوستراد رياق بعلبك في محلة الحلانية، اشتبهت بشخص يقوم بتصوير الألية من داخل سيارته، فأقام سائق ألية الجيش باعتراض طريق هذا الشخص وتوقيفه، وتبين أنه من التابعية السورية ويقوم بتصوير مواقع عسكرية تابعة للجيش اللبناني. أهالي البقاع يطالبون بالدولة بعد التوتر الأمني، والدولة تلبي النداء بخطة أمنية. اشتباكات، ثأر، خطف وإشكالات متنقلة،
هذه هي يوميات البقاع. آخرها كان في أول أيام عيد الفطر، حينما قتل آل الجمل محمد شامل جعفر ردا على قتل ابنهم قبل أكثر من شهر. في حال حضرت الخطة الأمنية، هل سقطوا الطار؟ إيه، نسقط الطار بغياب الدولة. هذا اللي عم يصير، بحضور الدولة ما بيصير شيء، بيكون شيء أمين وبمشي على الطريق مثل ما أمشي من هون على بيروت. حق ابني عند الدولة وهي بتجيب لنا حقنا. إذا ما جابته بناخذ الطار. وفي ظل كل ما يجري ووسط مطالبة أهل البقاع الدولة بالتدخل، توجه وفد من نواب المنطقة ورؤساء البلديات إلى اليرزي للقاء قائد الجيش. كل هيك بساطة وصراحة لمسنا كتير إحساس بالمسؤولية من حضرة العماد قائد الجيش، وشعور كبير بمسؤولية الجيش بحفظ الأمن بمنطقة بعلبك الهرمل بشكل عام، حفاظا على أمن الناس وعلى مستقبل هودي الناس اللي عم يقوموا بهيك عمليات، لأنه هودي إذا ما ردعوا، إذا ما انفركت دينتهم شوي، عم يتمادوا بالأعمال تبعهم، عم يخربوا بيوتهم وبيوت العالم. مطلوب وجود فاعل للأجهزة الأمنية بشكل دائم بمنطقة بعلبك الهرمل لمعالجة أي حادث أو أي خلل أمني أو أي عمل بيتناول كرامة المواطنين أو سلامة المواطنين. إذن الدولة قادمة إلى البقاع، فهل تسهل العشائر مهمة الخطة الأمنية؟ حقيقة الأمر نحن مطلبنا للدولة بإلحاح، لأنه وضعية العشائر سابقا إلى وضعية خصوصية تقدر تضبط الأمور. بعد الفلاتين اللي حصل واللي عم يحصل، ما بقى في سلطة كبيرة للعشائر على اللي عم يعملوا مشاكل، ما بتخلصهم من هذا الموضوع إلا الدولة، ووجود الدولة تحفظ كرامة هذه المنطقة ووجود هذه المنطقة وماضيها. نحن أولا مع الأمن، الأمن الدائم. الخطة الأمنية بيجي بوضع يمكن تيجي من فترة لفترة، بدنا أمن دائم بالمنطقة، ونحن مع الدولة دائما مع الدولة. والوضع اللي نوجدنا فيه نحن موجودين على أنه نمنع الأخذ التار. وقت اللي بنوجد الدولة هاي أخذ التار والسارات والكذا، هذه ما بتعود وردي عنا. يعني كل العشائر الموجودين تحت تصرف الدولة. في ظل الاهتزاز الأمني، سقطت كل المطالب البقاعية من الإنماء إلى الوظائف، وبات الهم الأوحد هو الأمن. فهل تستجيب الدولة وتؤدي أبسط واجباتها، أم إن المطالبة ببحر في بعلبك بات أسهل من المطالبة بالأمن؟ من البقاع، حسان الرفاعي، قناة الجديد. اللقاء الديمقراطي ينعى طرح رئيس الجمهورية لحكومة أكثرية، ويكشف عن صياغ متعددة يجري تداولها، والعقد ليست مستعصية. تراوح التشكيلة الحكومية مكانها في انتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من فرنسا الأربعاء المقبل، إلا أنها لا تزال في المخاض التقليدي والوقت الطبيعي لتأليف الحكومات. هدوء عيد الفطر خرقه اجتماع مسائي ليلة الأحد في منزل الوزير غطاس خوري، جمع الوزيرين علي حسن خليل ووائل أبو فعور. الفكرة هي البحث بصيغ ممكن للخروج من المأزق الحالي، يعني كيفية البحث عن صيغ ممكن أنه تكون تخرج الحكومة من عنق الزجاجة. وفي كثير من الأوهام سقطت، يعني وهم حكومة الأكثرية، وهم إقصاء بعض القوى، وهم أنه الاستحواذ على بعض المواقع. كان النقاش عام حول كيفية إنجاز التصور الأولي اللي ممكن يقدمه الرئيس سعد الحريري بوقت قريب. نحن عم نحاول نتساعد، نتشاور بعض الأفكار بأنه كيف ممكن أنه يتقدم تشكيل تكون عادلة ومرضية. التمثيل الدرزي حسم بثلاثة مقاعد لجنبلاط بضمانة الرئيسين بري والحريري، وفي توزيع الحقائب برزت عقدة وزارة الصحة التي يطالب بها الاشتراكي وحزب الله، حيث كشفت الجديد عن اتصال جرى بين العريضي وحسين الخليل لتجاوز هذه العقبة. المسألة مش مسألة ضمانات، إذا بدنا يعني ننقلب على نتائج انتخابات فهذا يأخذ البلد باتجاه مختلف كليا من طروحات بمعنى حكومة أكثرية وما إلى هنالك من أفكار طائشة عابرة لما كان لها على أرض الواقع. اتصالات دائمة مع حزب الله حول تشكيل الحكومة أو حول غيرها من القضايا. هون بهمنا نأكد أن نحن أي مزبوط طلبنا بوزارة الصحة، ونحن مصرون على هذا المطلب، ولا نقبل منطق أنه هناك في حقائب محجوزة لهذا الطرف أو لذاك. ما بحكي عن وزارة الصحة، بس في حقائب خارج النقاش أنه هذه حقائب محظورة، هذه حقائب محجوزة سلف.
كأنه أصبحت الوزارات يعني عقارات ملكية خاصة لبعض الأطراف. لا، بنشكل حكومة كل الأمور متاحة وكل الأمور مفتوحة أمام كل الأطراف، نحن وغير. قلتوا في لعبة عم تحاك ضدكم وخصوصا من تيار المستقبل لعودة وزارة الصحة إلى حصة تيار المستقبل. أولا نحن لم نقل هذا الأمر. ثانيا إذا كان الرئيس سعد الحريري راغب بوزارة الصحة، شو اللي بيمنع يقول أنا بدي وزارة الصحة؟ والعلاقة بيننا وبينه ما بتحتمل هذه طريقة التعاطي، العلاقة صريحة وشفافة وما فيها هذا المشكل، وهذا الأمر ما إجا لا على لساننا ولا ورد بتفكيرنا. ومن عقدة القوات انطلق المكلف من اللقاء الديمقراطي للتفاوض في الملف الحكومي مصوبا على التيار الوطني الحر. يعني ليش أنه تمثيل القوات صار عقدي؟ تمثيل القوات نابع من القوة الشعبية اللي صوتت القوات، وما حدا في يقفز فوق هاي الأمر. يمكن تضخيم الحجم مثل ما عم بيقول التيار عن القوات هو العقدة، يعني مطالبتهم أول شيء بست مقاعد. تضخيم الحجم من قبل التيار من قبل القوات. إنه صحيح لك ولو كل واحد بيعرف حجمه بالبلد، كمان اللي بده يقرأ على مسامع الآخرين مسألة الأحجام، لو بيعرف حجمه كمان هو شوي بيكون منيح. عم ياخد بالحكومة أكثر من حجمه برأيك التيار الوطني الحر؟ بالحكومة، بالإدارة، بالصلاحيات، بحياة اللبنانيين، بأرزاقهم، بممتلكاتهم، بمستقبلهم، أي أكثر من حجمه. أما في خصوص عقدة تمثيل المعارضة السنية فتؤكد المصادر أن مفاوضي التأليف لم يتبلغوا رسميا قرار حزب الله تمثيل هذه المعارضة في الحكومة المنتظرة، وإذا كان الحزب بصدد المطالبة بتمثيلهم فليكن من حصة رئيس الجمهورية. رواند أبو خزام، قناة الجديد. وماذا قصد النائب وائل أبو فعور بقوله ما بين الصائي منكم والأشخوب قدركم يا جوقة القاق أن تبقى رؤوسكم تحت الرمل، وقدر وليد جملاط أن يبقى علو الصقير؟ عندما يخاطبك أحدهم بلغة آدمية بمعنى الإنسان الآدمي يعني بني آدم، ترد عليه بلغة من صنع بني آدم. ولكن عندما يكون الخطاب غير آدمي، تصور خطاب كليلة ودمنة يعني يناسب أكثر. الصقي هو صوت العقرب أو الأفعى، والأشخوب هو صوت الببغة، لأنه اللي ردوا على وليد جنبلاط صنفين، صنف من أصوات الصقي وصنف من أصوات الأشخوب اللي ما عرفنا شو خصهم هني طلعوا ردوا على وليد جنبلاط إلا لأنه عندهم عقدة الببغة. الخطاب المتدني ما إجا من جانبنا، الخطاب المتدني إجا من الطرف الآخر اللي للأسف بأنه عند كل اختلاف سياسي بنرجع بننبش قبور، بنرجع بنطعم بالمصالحة، بنرجع بنذكر بالحرب. قديه السعودية لها دخل بموضوع هجومكم على العهد؟ ما لها علاقة السعودية. وبتصور يعرف القاصي والداني أنه عواطفنا سابقة لزيارتنا للسعودية، وأنه مواقفنا من ما تسمينه العهد سابقة. أول شيء شو يعني عهد؟ دستوريا في شيء اسمه عهد؟ سياسيا في شيء اسمه عهد؟ في رئيس جمهورية وفي ولاية رئيس جمهورية. بس كمان تصوير كأنه العهد هو كيان دستوري قائم بحد ذاته، كمان هذا أمر غير مقبول. في رئيس جمهورية، كل الاحترام والتقدير لشخصه ولصلاحياته، وفي حكومة، السلطة بالحكومة مش عند رئيس الجمهورية. في قضية قتل السفير اللبناني ميشيل بوخاطر عام 2013، أربعة موقوفين بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب في جهاز أمن الدولة. في العاشر من أيلول عام 2013 قتل السفير اللبناني ميشيل بوخاطر في منزله ببلدة تعنيل. 6 سنوات مرت على الجريمة من دون حكم نهائي. يوم ذاك تولى جهاز أمن الدولة التحقيقات الأولية قبل إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية. 4 موقوفين في القضية متهمون بارتكاب الجريمة بناء على اعترافات 3 منهم تحت التعذيب. اعترف على القتل، انت عارف شو عنه بابني؟ بثلاثة وقفوه، 16 سلام ورشين زحلة المفروض يتوقف توقف عام 8 أيام، وقفوه لابني 13 يوم. نزلوه 16-17 شفتوا لابني أنا وأخوتي الخوتي العجيب بسجن زحلة، وعلقنا وسبينا يومتها الدنيا كلها، وعلقنا نحن الدرك ونيكي على المنظر شفت فيه ابني. طافين فيه سواقين من هون محل بوالقات شغلته شغلي، يعني عرف كيف علي؟ مش بس هو خيمرته أكتر منه. طب لا قلتوني شو صهاينة؟ تحت التعذيب، ايه تحت التعذيب كله صار معي، حتى لو قاعد يجيبوا لي على التليفون يقول
لاني موقفين بغار محل نحن جيبي مني ما شرفين علاج بس اعتراف يطلع وريه ما فيه اثباتات بس تحت الدار ما ملف امنوه عن الدوله قلت عليك ومطلول علي نحن ونطمشين عيوننا لحتى ينعزل. بحسب والد المتهم خالد ياسين فان الاتهام استند على شهاده احد المخبرين. حسب التقرير مع الامن الدولي بيقول انه اجتهم معلومه، المعلومه نحن عرفناها من المعلومه اللي شغلوا عنده ملهم سمير فرحات ايش هذا الزور هو المعلومه منه مكتوب عن مخبر ملهم فرحات بالملف مش من عندي كيف عليه هو اللي عطى المعلومه اشتغل ابني عنده لانه هو شغله. المتهم في تنفيذ الجريمه هو العسكري السابق في الجيش اللبناني بسام الموسوي، ووالده يؤكد ان لا دليل حسيا على ابنه سوى اعترافات اصدقائه. غير الدليل انه اتلدد على التهذيب والاعترافات يعني بس. طيب وين الداتا التليفونات جبنا لهم اياها؟ كل الملفات اللي جبنا لهم اياها جبنا لهم كل الادله ولا دليل لحد يطلع مضبوط، بس عندنا شغله وحده يعني. ست سنين ملف بعده لحد يطلع ما انفتح وما بعرف رايحين للظلم، فنحن بدنا اللي طالبينه العداله. طب ليش تهم خير؟ بدك تسال اللي فوته. شو بيعرفوا هو السفير؟ ما بيعرفوا ابدا. وصلت عامل الدوله اعترف علي الشباب. انا بتاريخ الجريمه كنت بالخدمه. يعني عم بيقولوا ب 10/9 الأربعاء المقبل موعد إصدار الحكم النهائي في القضية، ولا يطلب الأهل إلى رئيس المحكمة سوى تحقيق العدالة لكي لا يبقى أبناؤهم مظلومين في السجون. هادي الأمين، قناة الجديد. وزير الداخلية نهاد المشنوق يتجه إلى وقف إلغاء أختام العابرين، ووزير الداخلية السابق مروان شربل يقول له لازم يطلع على القانون. لأن في القضية إيرانيين فقد أخذت مسألة إلغاء أختام دخول المواطنين الإيرانيين وخروجهم من مطار رفيق الحرير الدولي منحاً سياسياً، ولكن أين الحقيقة بعيداً من التجاذبات؟ أوصات وزير الداخلية نهاد المشنوق تقول إن الوزير يتجه إلى وقف قرار إلغاء أختام دخول المواطنين الإيرانيين وخروجهم لأنه اتخذ منذ نحو أسبوع من دون العودة إليه، ورأت الأوصات أن قراراً كهذا لا يتخذ على مستوى إداري بل تتخذه الحكومة، وأن الوزير المشنوق سيصدر قرارا بإلغائه على أن تقرر الحكومة الجديدة كيفية التعاطي مع الموضوع. إزاء هذه التسريبات تواصلنا مع وزير الداخلية السابق مروان شربل للوقوف على معطياته. نحن نعرف أن الأمن العام هي السلطة اللي عندها أوسع صلاحية بما يتعلق بالأجانب من دخول وخروج ومراقبتهم على الأراضي اللبنانية. أوكي. في قرار رقمه 320 صدر ب 2 آب سنة 1962 وتعدل بتاريخ 6/1/1970. أوكي. وهذا الموضوع مش محصور بالإيرانيين، منه عام، هو محصور بمن يرغب من أجانب ومن لبنانيين. أعطيك مثل. في لبنانيين كانوا عايشين بكندا وما بيقدروا ياخذوا الجنسيه الا اذا قعدوا 3 سنين، كانوا يجوا لها على لبنان ويطلبوا من الامن العام ما يحط لهم اشاره على الباسبور لحتى ما ينتبه اثناء العوده على كندا الامن العام الكندي انه انت تركت وفزت على لبنان، حتى في من دول الخليج بيطلبوا هلا بيطلبوا لانه اذا في قرار بمنع دخول لبنان بيفوت على لبنان بواسطه الامن العام وبيطلب من الامن العام انه ما تحطوا لي اشاره على الباسبور تبعي بفوتوه ببطاقه. انا هلا اليوم اذا وزير الداخليه بده يغير هذا القرار شو لازم يعمل؟ بدنا نلغي القانون. وكيف بنلغي القانون؟ بمجلس النواب لما بينحشر وزير الداخليه بموضوع معين بيطلع بموقف انه يخفف من هالهجمة اللي أخذت طابع سياسي أكثر ما أخذت طابع قانوني، لازم نهنيهم للأمن العام، وأنا بقدر أقول لك إنه لحد هلا الأمن العام ما خالف القانون ولا مرة، وزير الداخلية لازم يطلع على هذا القرار وبعتقد بيقدر يتسلح فيه. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ضحك من ناحيته في مقابلة مع صحيفة الجمهورية على من ذهب بعيدا في تفسيره لهذا الإجراء وأعطاه أبعادا أمنية وسياسية عابرة للحدود، وأكد أن التدبير الذي اتخذه الأمن العام طبيعي وعادي، علما أنه معتمد في كثير من الدول الخليجية والأوروبية منذ سنوات طويلة. وأشار إبراهيم إلى أن الختم على جواز السفر ليس إلزاميا بحد ذاته، موضحا أن من حق المسافر أن يطلب وضع الختم على بطاقة منفصلة لاعتبارات تتعلق به،
من نوع امتلاء صفحات جواز السفر العائد إليه أو رغبته في تسهيل دخوله دولا أخرى قد ترفضه إذا وجد ختم دولة معنية على جواز سفره. وكشف اللواء عن الإعداد لتنفيذ مشروع متطور في المطار من شأنه أن يلغي كليا الختم. بعد الإعلان تضيع الوقت يطيح قصر الكرتون. أهلا بكم من جديد. المماطلة في التأليف تهدد بانهيار البلاد. في آخر ثوان من مباريات كرة السلة أو كرة القدم تفهم وتبرر مماطلة الفريق الرابح. لكنك لا تفهم ولا تبرر سياسة زعماء بلد يلتقط آخر أنفاسه قبل الانهيار. أكثر من 3 أسابيع مر على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، ومذاك الوضع مكانك راوح. سقف عال، لا تنازلات، مزيد من التصعيد ومماطلة مقصودة، كل يهدف إلى أكبر حصة من قالب جبن سيتعفن قبل الاتفاق على توزيعه. آخر الضغوطات والتنازلات والمساومات على الجاتوي اللي هو النظام السياسي اللبناني. النظام السياسي اللبناني ممكن اختصاره أنه تنازع على قالب الحلوى وقالب الجبنة كل الوقت من استقلال اليوم. للأسف ولا مرة كان من أجل الحكم، من أجل بناء وطن، من أجل رخاء الشعب. والشغلة الأساسية اللي ما عم تفهمها هي الطبقة وما رح تفهمها إلا لحظة الانهيار الاقتصادي هي أنه لا تقدري تكملي فسادك، تكملي استغلالك للبلد، تكملي استغلال هذا النظام الطائفي المافياوي. بدك يضل في بلد، يعني على الأقل هاي البقرة بدك تعل فيها لا تقدر تحلبيها، فهن عم بيموتوا الجوع، ما بقى عندهم بقرة يحلبوها. لا قانون يحدد زمنا معينا لتأليف الحكومة، ففي حين لم تبصر حكومة الرئيس تمام سلام النور إلا بعد 10 أشهر، الوضع اليوم يختلف خصوصا اقتصاديا وإقليميا، والحاجة ملحة إلى تفعيل المؤسسات الدستورية عبر تأليف الحكومة. البلد حالته حالة، وإذا بدك الأطراف الخارجية اللي عم تلعب مش سئلانة، يعني إذا بدك اللي عم بيلعب بوكر من برا فينا مش سئلين، هي عم تلعب علينا على ما تبقى من جسدنا. يعني هاي الجسة بعدها عايشة شوي، عم بيلعبوا على ما تبقى من روح بجسد اللبناني وبجسد كل مواطن لبناني. بعد عنا شوية روح، بعدها مكملة، بعد ما متنا، بعد ما جعنا، بعد ما نهرنا، بعد ما أكلتنا الكوليرا. وهيدا الغريب، بتسأل طب انه هون الناس اللي حاكمين بحسناتهم وسيئاتهم، ما بدنا نعمم، بس مش منتبهين انه نحن عن جد السكين على رقبتنا، بس عم ما عم يعملوا الا انهم يموهوا الانهيار الحاصل. بس بلحظه من اللحظات رح بطل فيهم يعملوا، ورح تشوف هذا قصر الكرتون نهار كله سوا. الانهيار بياخذ ثواني، وبالتالي بعتقد عم نضيع اخر لحظات انه نقدر نعمل بلد. ان كان بعض العقد في التأليف طبيعية، فإن أصحاب الحل والعقد ليسوا جادين في فكها. فمن الذئب الروسي إلى الحضن السعودي انتقل الرئيس المكلف تاركا الطبخة الحكومية على نار أكثر من هادئة، وعلى قاعدة اللي ببيت أهله على مهله. ليال سعد، قناة الجديد. تموز شهر مشؤوم لدى المعلمين في المدارس الخاصة. بدلا من أن ينتظر المعلمون في المدارس الخاصة الذين يتخطى عددهم 50,000 عطلة الصيف ليستريحوا، يتعبهم اقترابهم من شهر تموز. والسبب المادة 29 من قانون المعلمين في المدارس الخاصة. كل سنة نحن معرضين عندنا فزع أنه ننشحت، ولكن هاي السنة أول مرة بتصير معنا، وصير الموز لرأسي. أنا مهدد أني انشحت بهالفترة من هلأ لتموز كون برات المدرسة. يعني عم بيستغلوا المادة 29 من القانون لحتى يعملوا طرد تعسفي. مادة تجيز لإدارة المدرسة صرف المعلم من الخدمة قبل 5 من تموز من كل عام. هو ذاته القانون، يعني 1956، حدد كيف ممكن يكون في صرف حسب كفاءة الأستاذ. الشيء اللي ما عم بيصير يصرفوا بدون ما يحفظوا كرامة المعلمة ولا كرامة الأستاذ، عم يصرفوا بدون أي سبب، لا تأديبي ولا أكاديمي ولا بيتعلق بالرسالة اللي عم يعملوها.
تنبيه شفهي لتنبيه خطي لإنذار لحسم من الراتب، يعني إذا بدك حسم من الراتب صح، أو حسم مثلا راتب شهر كامل وصولا إلى الصرف مع تعويض أو صرف بلا تعويض. هاو التدابير كلها متدرجة صعودا لا تحترم بالمدارس. نوصل على قبل 4 تموز بيقولوا له ما بقى بدنا إياه. في المقابل المدارس الكاثوليكية مثلا تؤكد أن الكفاءة هي أبرز المعايير المعتمدة. والله يرحمه، وأتمنى أن تقال هذه الكلمة على الإعلام، الله يرحمه الأستاذ إيميل الرامي اللي كان مدير عام وزارة التربية، كان يقول يا ريت المدارس الخاصة بتعيرنا المادة 29 للتعليم الرسمي لحتى نقدر نجلس الأمور ونكون نحن عم ننقي الأساتذة الكفؤ. إذا تم تطبيقها بالمعنى الصحيح مش إذا تم استغلالها. طبعا شو عم بقول لك، انا عم استغلها، يعني انا ما عم بيقولوا هن الاساتذه مش انا، ايه مش لانه اذا قالوا الاساتذه او النائب معناتها هي الحقيقه. على كل نحن بعد بفصلنا عن 5 تموز بعتقد جمعتين ونتفه، يعني على كل بعد بكير يمكن لينحكى بهالموضوع تنشوف الوقائع شو هي. ممكن يصير الاستاذ الغير كفوق بهال 20 يوم؟ لا مش عم بقول لك، يعني انه تيجوا يقولوا انه الاستاذ انصرفوا تعسفا قبل 5 تموز، هيدا بعد مش معقول. 5 تموز كل شيء يقرر. المادة 29 ليست إلا مثالاً عن قوانين ومواد كثيراً ما تستغل لتحقيق مصالح المدارس على حساب المعلمين، مادة تخيف المعلمين أكثر مما تخيف المواد التعليمية التلاميذ. غدي بموسى، قناة الجديد. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يدعو مسؤولي وأهالي جزين إلى حمايتها والصمود في وجه المتطولين عليها. دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الجميع في جزين للعمل من أجل أبنائها من دون أي تفرقة، لا لأسباب سياسية ولا لغيرها. ولفت عون في خلال استقباله نواب جزين ووفدا من بلديتها وكهنة رعية مرمرون إلى حاجة جزين للتضامن، وقال لا تدع أحدا يتطاول عليها، فهي مرت بظروف صعبة جدا وعانت احتلالات عدة وبقي الجزينيون صامدين. وأعلن وقوفه دائما إلى جانب المنطقة وأهلها وإلى جانب كل المناطق اللبنانية للدفاع عنها وحماية مصالحها. وعرض عون التطورات السياسية الراهنة ومسار تأليف الحكومة الجديدة وحاجات عدد من المناطق اللبنانية في خلال استقباله تباعا النواب ماريو عون، روجي عزار، وأجوب بكر دنيا، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو. مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين فرصة لإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم. مع تزايد الدعوات الداخلية والخارجية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، يبرز عامل يعزز هذه الدعوات ألا وهو عملية إعادة إعمار سوريا التي بدأت تباشيرها بمؤتمرات تعقد لهذه الغاية، من أبرزها مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الذي يترافق والمعرض الدولي للإعمار ويعقد ما بين 26 و29 من شهر تموز المقبل برعاية رئيس الحكومة عماد خميس، تنظمه الشركة الدولية للاستثمار التي لا يوفر مديرها العام وصان نحاس مناسبة إلا ويدعو فيها اللاجئين السوريين للعودة إلى ديارهم. إنه موضوع إعادة اللاجئين السوريين، نحن اليوم بحاجة إليهم، صرت أنا قايلها كثير، نحن بحاجة اليوم إلى قطاع عمال كبير، لكن للأسف يمارس ترهيب على اللاجئين السوريين. المشاكل اللي عصفت بالدول العربية وإجوا لعنا على سوريا، كان فتحنا بيوتنا لألون وفتحنا قلوبنا لألون، طيب كيف هلا لأولادها؟ وأنا بأكد لهم لأخوتنا اللاجئين يلي رح يرجع لسوريا، الدولة رح تقوم، أو إذا ما كانت الدولة المؤسسات الخيرية السورية وبالتعاون مع الحكومة السورية رح ترمم بيوتهم، رح نأمن لهم استضافات ضمن بيوت الأهالي السوريين، رح يكون مأمن لهم كل شيء. ومثل ما قلت لك اليوم في مصالحة وطنية سورية تماما، وبرجع بقول لك الوطن أم، والأم دائما بتعفي عن أولادها. بالإضافة بتمنى لإعادة رؤوس الأموال المهاجرة لتستثمر بسوريا، اليوم عائدات الاستثمار بسوريا جدا عالية وجدا إيجابية، سوريا جادة وصادقة في إعادة الأعمار، فماشي الحكومة بهالاتجاهات، نتمنى أن يكون أيضا الشعب بهذا نفس النفس اللي ماشي فيه الحكومة السورية. يذكر أنه جرى رصد أكثر من 500 مليار دولار لإعادة أعمار سوريا، وهي عبارة عن مشاريع ستطرح في مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الذي سيحضره أكثر من 1800 مستثمر من مختلف البلدان.
نجم الاحتجاجات المطلبية يطلب الرحمة والإنسانية. منذ قرابة 3 سنوات لم تكن تخلو التحركات المطلبية من وجود نجمها جمال القاسم. أنا اسمي جمال، بدي الحرية، جيبوا لي رئيس حتى أنا فوت رئيس جمهورية. ابن 48 عاما الذي كان سقف مطالبه رئيسا للجمهورية، هذه المطالب غيرت مجراها اليوم ليؤول به الحال إلى باحثا عن بيت يأويه ويد ترعاه، وفي حين أن نداء الاحتجاجات لم يسمع فنداء الإنسانية قد أسمع وأطرب. وبمساهمة من قناة الجديد فقد فتحت جمعية سانتا ماريا أبوابها لجمال القاسم على أن يكون فردا جديدا في عائلتها. نحن بجمعية سانتا ماريا صار في عندنا نحو 140 إنسان، في تقريبا ثلثهم ما لهم معيل أو معين. هلا ليش الدولة ما بتساهم أكثر؟ هذا أمر بيرجع للدولة، ولكن هلا بنستغل الظروف ومن ناشد وزير الصحة عم بجديد، رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية، إنه يوجروا بهالموازنات تبع السنين القادمة مال أكثر ومصاري أكثر، تفيها كل المؤسسات تضم هالناس وتضبهم ويكونوا مرتاحين وعايشين بكرامة. ويبقى الأمل أن تفتح الدولة أبوابها لمن حالهم بحال هذا الرجل. علاء سلوم، قناة الجديد. بعد الإعلان، مقاتلات إسرائيلية تلاحق طائرات ورقية. في خلال لقائه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الذي غادر الأردن بعد زيارة قصيرة للمملكة، أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، ما يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وبحسب موقع الديوان الملكي، شدد العاهل الأردني على أن مكانة القدس كبيرة عند المسلمين والمسيحيين واليهود، وهي مفتاح السلام في المنطقة. بدوره أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجانبان بحثا تطورات في المنطقة ودفع العملية السياسية قدما وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد نتنياهو تمسك إسرائيل بالحفاظ على الوضع القائم في مقدسات مدينة القدس. قوات الاحتلال تستخدم طائرات F-16 في غزة ردا على إطلاق الفلسطينيين طائرات ورقية. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجرا غارات عدة على 9 مواقع في قطاع غزة، وقال جيش العدو إنها تأتي ردا على إطلاق طائرات ورقية حارقة تسببت بنشوب حرائق في مناطق حدودية محيطة بالقطاع. وأوضحت وكالة أنباء معن الفلسطينية أن من بين المواقع التي استهدفت بصاروخين موقع بدر التابع لكتائب القسام غرب مدينة غزة. ويطلق سكان القطاع طائرات ورقية محملة ببالونات حارقة تحتوي على أقمشة مشتعلة باتجاه مستوطنات ما يعرف بغلاف غزة منذ بداية مسيرات العودة التي انطلقت نهاية آذار الماضي كوسيلة للاحتجاج ضد الحصار الإسرائيلي للقطاع. وفي مقابلها تشن طائرات F-16 التابعة للعدو الصهيوني غارات على غزة وتقتل أكثر من 128 مدنيا مسالما، فيدين العالم الشعب الفلسطيني الذي يحارب بطائرات ورقية من يحتل أرضه، فيما تستخدم آلة الحرب الصهيونية أشهر طائراتها وترتكب المجازر بحق الفلسطينيين. ويتوعد وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مطلقي الطائرات والبالونات بعودة سياسة الاغتيالات، ويقول في خلال زيارته مصنعا للمعدات الجوية الإسرائيلية إن قوات الاحتلال ستنتقل إلى عمليات رد أشد عنفا، بما في ذلك القيام بعمليات تصفية للمتورطين في إطلاق وسائل كهذه. وكل هذا التهديد وسط صمت دولي مطبق. في تدوينة نشرها في صفحته على فيسبوك، انتقد الأمير هشام العلوي ابن عم ملك المغرب محمد السادس
المنع الصامت الذي لاقاه كتابه مذكرات أمير مبعد بعرقلة توزيعه في مكتبات المغرب، وركز هذه المرة على حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة الائتلاف المغربية، وجاء في التدوينة بعد سنتين من صدور النسخة العربية لكتاب مذكرات أمير مبعد مازال وبتعليمات لم يوزع في وطني على الرغم من اقتناء مكتبات له، وضع يتناقض وتصريحات الحكومة برئاسة العدالة والتنمية بادعائها الترخيص له في إطار وعودها بتعزيز الحريات بعد الربيع العربي. والأمير هشام بن عبد الله العلوي يصفه البعض بالأمير الأحمر، فيما وصف نفسه بالأمير المبعد، وينتسب إلى العائلة المالكة في المغرب لجهة والده الأمير الراحل عبد الله ابن الملك الراحل محمد الخامس وشقيق الملك الراحل الحسن الثاني، وهو ابن عم الملك محمد السادس. ومن جهة والدته ينتسب الأمير إلى عائلة الصلح اللبنانية العريقة، فوالدته هي لمياء الصلح ابنة رجل الاستقلال رياض الصلح، وخالته منى الصلح وهي والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز والأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز. وإلى جولة على أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع نور صومة. مرحبا. بعد رفض منتخب الأرجنتين زيارة الأراضي المحتلة والمشاركة بمباراة ودية ضد المنتخب الإسرائيلي بالقدس المحتلة، والحديث أيضا عن رفض إجراء مسابقة غناء أوروبية بالقدس، ضج خبر احتجاج العدو الإسرائيلي على برنامج زيارة الأمير ويليام الابن الأول للأمير تشارلز والأميرة ديانا وحفيد الملكة إليزابيث الثانية، لأنه رح يزور القدس الشرقية يوم 25 حزيران الجاري، يلي وصفها ببرنامج الزيارة بأنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب البيان الصادر عن القصر، البرنامج بالأراضي الفلسطينية المحتلة رح يبدأ باستعراض التاريخ والجغرافيا للبلد القديمة بالقدس، النص يلي أثار غضب الوزير الإسرائيلي زائف ألكن يلي قال من المؤسف أنه اختارت بريطانيا تسييس هالزيارة الرسمية، وأضاف أنه القدس هي العاصمة الموحدة لإسرائيل من أكثر من 3000 سنة وما بيأدي أي تشويه للحقائق بصفحات برنامج الجولة إلى تغيير الوقائع، وبيتوقع من مساعدي الأمير تصحيح هالخطأ. حذف تطبيق إنستغرام من أيام قليلة فيديو على حساب النجمة المصرية شريهان، وعبرت الفنانة الشهيرة عن غضبها ببوست قالت فيه أنه الفيديو صنعه معجب محب شاهدته شخصيا أكثر من مرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، كان ولا يزال على جميع مواقع السوشيال ميديا وأعجبت فيه وحبت أنه تشكر مجهوده بإعادة عرضه على صفحتها الرسمية على إنستغرام. وهالخبر ما زال عم بيلاقي تفاعل وغضب من قبل معجبي الفنانة الاستعراضية يلي طلبت مخاطبة الشخص المسؤول وفورا لمعرفة أسباب الحذف. وإلى أخبارنا التقنية، وأبل يلي رح يقدر مستخدميها بالولايات المتحدة بعد فترة خلال هالسنة ينعرف مكان تلقائيا بعد اتصالهم ب 911 للحالات الطارئة، فبمجرد الاتصال بهالرقم بحالة طارئة من أي آيفون بينبعث فورا بشكل آمن عنوان المتصل لتأمين خدمة أسرع وأكثر دقة. لهون بنكون وصلنا لنهاية ترندز يلي فيكن تتابعون على فيسبوك وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لاقونا بكرة لأخبار ترند من السوشيال ميديا. والختام مع فن الخبر وعمر خداج. سعيدة، في احتفالية شعرية أدبية وقع الشاعر الكبير جيرمانوس جيرمانوس أمير المحكية ديوانه الثامن تحت عنوان الليل مهرة والقمر خيال يلي أهداه لروح والده بحضور كوكب من أهل السياسة والأدب والشعر والإعلام ومحبي الشاعر. لا تقول عن هالبيت إنه بيت، هيدا قلت من بعد ما حبيت. ونبع الشعر لو ميتوا بتقل من نبع شعرك يمروا يملوا، ولما القمر ليلة العيد يهل منتعمشق بشعرك تنوصله. والله اللي وزع رحمته على الكل وقف على باب السما وقل له باب السما نفكر شي مره يفل بكتب قصيدي وبزرعها محله. وعرفت معك
كيف الدمع بيصير بخور وكيف الروح بتصير محبرة تسكبها بكاس خمر قداسك. شو حلو إنك عزمتنا على مشوار من كلمات مغزولة فكرناها سافرت مع اللي راحوا. شو حلو الليل عندك، النهر، الزهر، الجرد، الهوى، الشمس، خليتنا نشتهي الرغيف والفقر، الحضور والغياب. حبرك حلو وتمك حلو وكلك حلو وعم يدفق من كتابك نبعة مي. رأيت نساء الحي مذهولات مضطربات يفركن بأعينهن غير مصدقات ويرددن فرحات بعد أن أزاح جرمانوس حجر القصيدة عن قبر أبي. أبي قام، حقا قام. تفضل إذا بتريد يا بي، بتكون هلأ أنت سامعني ومأوأز من بعيد عغيابك، وبيني وبيني الدمع جمعني عامل منجد بس عحسابك، بإبرة حنيني اللي عم بيوجعني بصوف الغطيطة منجد طرابك، تبقى جيابك عين تقشعني ويبقى الألم مزروك بجيابك، غيابك كتبته راح يطبعني وتنتفق بالسر عبابك، من قبل ما هلأ تودعني ودي غيابك بالألم نتفي تيوقع غيابك على كتابك. كما شارك كلم الممثل عمار شلق عبر إلقاء شعري وأداء غنائي للفنانة عبير نعمة من كلمات الشاعر جيرمانوس. يا حرمني طعم النوم كيف جاي لعينك غفا. عمل جديد تحت عنوان بلا قلب عم تنوضع اللمسات الأخيرة قبل صدور الأغنية للفنان معين شريف، وبالتفاصيل بلا قلب أغنية عاطفية بتطرح موضوع الحيرة وعزة النفس والصراع بين ما بيريده القلب والعقل، وهي من كلمات وألحان فارس كندر توزيع عمر صباغ، ومن المفترض أنه تصدر قريبا جدا. لهون تكون وصلت فقرة فن الخبر لنهيتها، منشوفكن، باي باي. كان في النشرة أبو فعور للتيار، أعرف حجمك. بالحكومة، بالإدارة، بالصلاحيات، بحياة اللبنانيين، بأرزاقهم، بممتلكاتهم، بمستقبلهم، إيه، أكثر من حجمك. الأمن قبل الإنماء في البقاع. المطلوب وجود فاعل. وجود فاعل للأجهزة الأمنية بشكل دائم. متهمون باعترافات تحت التعذيب. تحت التعذيب أنت ذكر صار معي. والمشنوق يتجه إلى وقف قرار إلغاء أختام عبور الإيراني. وزير الداخلية لازم يطلع على هذا القرار وبعتقد بيقدر يتسلح فيه. إلى هنا تنتهي نشرتنا، شكرا للمتابعة وتصبحون على خير. سوريا مهد الحضارات تعود لتعمر من جديد برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء. تنظم الشركة الدولية للاستثمار أضخم حدث اقتصادي لعام 2018 متمثلا بمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في سوريا.